السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، أهلا بالأنيقات الجميلات. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال. فكما كتشوفوا، فإلا كنتي مهتمة بموضوع الموضة، ما عليك إلا تنضمي لهذه القناة وتشتركي في هذه القناة باش يوصلك كل جديد وتفعلي جرس التنبيهات. فهنا كما كتشوفوا معايا واحد البيسة اللي هي غزالة ما شاء الله. شوفوا معايا اللوينات وكذلك طريقة الفصالة ديالها. فهنا اللوينات اللي فيها شوفوا معايا جديدة ديال الصيف. ومشوا هاد البيسة هادي كذلك اللي كتجي مريحة في البيسة ديالها. شوفوا معايا خديمة ديالها ومعيش لبساتها. ومشوا هادي كذلك بالنسبة للسيدات اللي كيعجبهم التنورات في البيسة ديالهم. شوفوا معايا معايش لبساتها واللوينات. ومشوا هاد النوع تاع هاد الموديل هذا اللي داير جات السنة. شوفوا معايا بالنسبة لي كيكون الكاب وكيكون عندنا هذا بودي مع لو بونطالون ديالو في لا ميم كولور. ومشوا هاد البيسة هادي كذلك كما كتشوفوها معايا، فنفس تقريبا نفس الشكل ونفس يعني كيجي البودي مع البنطلون ديالو ولا البيل مع البنطلون ديالو في لاميم كولور، وكيكون عنده الكاب في لون اخر. مشوا هاد البيسة هادي اللي جايه بالتنوره ديالها. شوفوا معايا اللوينات كذلك، شوفوا معايا التنسيقات اللي دارت باش تجي هاد البيسة أنيقة وجميلة. ومشوا هاد الغوب هادي كيف جات، كيفاش مخدومة. شوفوا معايا طريقة الخدمة ديالها كذلك. فأنا لا فيديو كيقربكم أكثر للخدمة ديال هاد الغوب هادي. وبالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الازرق الملكي فهادي كذلك واحد الغوب هي مختلفه على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا طريقه الخدمه في الكميمات ديالها. وشوفوا معايا الخديمه اللي كيفاش خدمتها في التحت ديال الغوب ولا الكسيوه. شوفوا معايا، فكنتمنى يعجبكم لا فيديو. فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر الاعجاب. شوفوا هاد التنسيقة هادي اللي جات أنيقة وغزالة ما شاء الله. شوفوا معايا اللوينات، شوفوا معايا. ومشوا هادي كذلك اللي دارت بها واحد التنسيقة زوينة اللي دارت. شوفوا معايا اللوينات وواحد التناسق ديال الألوان اللي هو جميل. ومشوا هاد الشكل هذا اللي كيجي بهاد الشكل. شوفوا معايا، شوفوا معايا طريقة الخدمة ديالها. فهنا لونسومبل مع لو بونطالون. شوفوا معايا الخديمة كيفاش مخدومة. شوفوا التوب اللي دارت في التحت ومن بعد دارت واحد البروش. شوفوا معايا الخديمة ديالها وجد سامبل وأنيقة بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا اللون الأسود. ومشوا هاد الموديل حتى هو اللي جا انيق ومزون. شوفوا معايا الخديمه ديالو في التحت ديال لا شوميز. شوفوا معايا جات واحد الخديمه اللي هي سامبل وهاد لا كولور هذا اللي هو طوندونس هاد العام. شوفوا معايا الخديمه ديالو كي جات. فكنتمنى البنات يعجبكم لا فيديو. فإلا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب.
وهنا موديل جديد وشكل جديد كما كتشوفوه معايا. شوفوا معايا واحد الخديمه اللي جات سامبل وانيقه في اللبسه ديالها بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا النوع ديال اللباس. كما كتشوفوها كذلك جات مريحه في اللبسه. وهذا الموديل هذا اللي جاب ثلاثه القطع كما كتشوفوهم معايا. شوفوا معايا جات مريحه في اللبسه وانيقه كذلك بالنسبه للسيدات المحجبات. وكذلك هذا الموديل هذا اللي جا مختلف على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا طريقه الخديمه ديالو كذلك ومعايا لبساتو. وهادو بالنسبه للشوميز بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا النوع هذا ديال لي شوميز. شوفوا معايا الخديمه ديالها كذلك ومعايا لبساتها. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هذا الموديل هذا. شوفوا معايا واحد التناسق ديال الالوان، يعني جوج لوينات وجاو غزالين في اللبسه ما شاء الله. وهذا الموديل اللي كيجي مريح كذلك في اللبسه ديالو. شوفوا معايا اللون اللي هو انيق. شوفوا معايا كذلك طريقه الخديمه ديال هذا الموديل هذا. ومشوا هذا الموديل هذا اللي جاي مختلف على اللي شفنا من قبل، جاي غزال وانيق كذلك. فكنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب وكملوا الفيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على اخر ما دارش في الموضة ديال اللباس بالنسبة للسيدات المحجبات.